يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وإذا كنت في مكة في الفترة التي يجب فيها إخراج الزكاة، هل أخرجها في مكة أم أخرجها الآن في بلدي؟ تقدمنا في ليلتين سبقتا بأن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبينا أن الشيء المنصوص عليه لا يمكن أن يكون الإنسان فيه خيار ولا اختيار، بل لا بد أن يتمشى على ما جاء به النص، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسأله يوم القيامة عما بلغه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله يوم القيامة: لماذا أخرجت دراهم وقد فرض عليك رسولي طعاما؟ فلينظر ما هو الجواب. فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر من ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام. ونحن إذا أردنا أن ندخل استحسان عقولنا القاصرة على النصوص الشرعية ونسطو عليها، فإن هذا خطير جدا، ليس في هذا الباب وحده، بل في أبواب كثيرة من أبواب العلم والفقه. والحمد لله، أنت إذا أديت ما أوجب الله عليك حتى وإن كانت الدراهم أنفع للفقير، فأنت أدي ما أوجب الله عليك من الطعام، وإذا أردت أن تبر الفقير فأضف إليه قيمة الطعام، فتكون أتيت بالواجب وفعلت التطوع، وفضل الله واسع. نعم. وأما تأديتها في مكة وأنت في مكة الآن، فإنه أفضل من تأديتها في بلدك، أولا لفضل المكان، وثانيا لأن زكاة الفطر تتبع البدن. اللهم إلا أن يكون الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة، فإذا كان الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة ونقلت الزكاة إليهم فلا بأس بذلك. لا حرج أن يخرج هنا، ولو وصى هناك، فإن أمكنه أن يتصل بهم ويقول: إني أخرجت فذاك، وإلا صارت الفريضة هي التي يدفع أولا. أنا عائلتي المهم، مش سؤالك الخاص. أصبر أبي أسأل.